السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم توست الشوفان وكايزر الشوفان. أنا هنا عندي دقيق شوفان، ده دقيق هحطه في البوليو، ده كيس كده حوالي نص كيلو، مكتوب عليه الوزن، هو كيس انا جايباه مش مكتوب عليه وزنه. نحطه في البولة، نحط عليه ذرة ملح كده حوالي ربع معلقة شاي صغيرة، وعندي زيت بحط معلقة طعام زيت زي ما احنا شايفين، معلقة واحدة ومعلقة خل، معلقة خل أبيض العيش بتاعنا، وعندي هنا خميرة، قطعة خميرة كبيرة حط عليها معلقة سكر، معلقة شاي صغيرة سكر، طبعا بدوبها كده بس بحتاج لمية فترة، بحط مية في الكوباية والخميرة ومعلقة السكر، بدوب الخميرة كويس لحد ما تدوب معايا الخميرة، بدوبها كويس مع السكر، وانزل عليها زي ما احنا شايفين لحد ما تلاقي الخميرة دابت، وبنزل بيها على الدقيق، بنزل على الدقيق وبعجن، محتاج ميه بحط ميه، مفيش مقدار ميه معين، انت بتعجني لحد ما العجينه تبقى معاكي يبس، تعجني وتحطي ميه، متحطيش كميه ميه كتير الا لما بتعجني الاول. طبعا احنا عارفين الشوفان صحي وحلو قوي للدايت، نعمل كده لحد ما يلم معايا من الطبق، نحط شوية مية صغيرين بس كده، مش هحتاج مية تاني، تبدأ بقى تعجني، تاخديني متلتش بايدك كده عشان الخميرة تتوغل في قلب الدقيق والعجينة تخمر معايا، تلمي وتاخديني. عجينة متماسكة معايا، لا طرية قوي ولا ناشفة قوي، بسيبها طبعا تخمر بعد ما بلمها كويس في الطبق، بغطيها طبعا بكيس زي ما احنا شايفين معانا معانا، لما تخلص من ايدي بغطيها بكيس واسيبها تخمر، بركنها كده في مكان دافي وبسيبها تخمر، ان شاء الله بعد ما تخمر هرجع اعملها معاكم. وبعد ما خمرت العجينة بتاعتنا اللي هي بالشوفان زي ما احنا شايفين شكلها، بنبتدي نعملها. انا هنا مجهزه حبه شوفان، الحبه الكامله بحطه على وشها
على وش التوست زي ما بيتباع في الافران. وعندي طبعا ده اختيار يعني، لو عندكش ده خلاص عادي. وعندي هنا شويه دقيق عاجل ابيض هفرد عليهم العجينه. وعندي القالب اللي انا هعمل فيه التوست، بدهنه من زيت، بدهنه زيت خفيف كده، بعمل كله الاطراف كله، بدهن القالب كويس كده بالزيت، بوزع حبه الزيت عشان ما يلزقش فيه. وببتدي بجيب براس ايدي كده خفيف خفيف، وباخد جزء من العجينه وبالراحه كده. طبعا دي اللي هعملها توست، باخد حته كبيره كده احطه على المفرش بتاع الخبيز بالراحه كده بالدقيق، بفردها بمساعدة النشابة طبعا. بتظبط فيها كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده بلفها رول، طبعا هي عايشة احنا هنلفها، هي هتخمر في قلب الصاج اللي احنا دهنينه زيت طبعا، بنضربها كده اسطوانة. تحاولي تظبطيها شمال ويمين، بتجيب القالب اللي انتي حاطه فيه زيت وتحطيها كده، بتسيبيها طبعا تخمر. باجي هنا بروح حاطه على الوش، شوفين طبعا لما تخمر الشوفان ده هيمسك فيها زي ما بنشوفها في الافران. لو ما عندكيش الشوفان ده خلاص عادي، بتسيبيها تخمر وبعد كده بتخبزيها لحد ما تاخد لون، وتسيبيه يبرد وتقطعيه على شكله. طبعا بتسيبيه في مكان دافي يخمر، وبعد كده بنخبزه لغاية ما ياخد لون، وبعد كده بنقطعه طرنشات اللي هي التوست. بقيت الخميرة، بقيت العجينة، بجيب صينية برضو بعملها كور عيش قيصر. بتجيبي صينية تدهنيها زيت خفيف كده، بتجيبي العجين، بقيت العجينة، بتقطعي كده كور وبتوصيها برضو بالشوفان بالشكل ده. بتظبطي طبعا الشوفان على الوش كده وبترصيها في الصينية وتسيبيها تخمر. تغيرها وتوصيها في الشوفان. بعد ما بتكوريها تحطيها في الشوفان بالطريقة دي، الشوفان الحبة الكاملة، تضغطي كده ضغط عليها عشان تمسك فيها الشوفان. تخلصي العجينة اللي فاضلة بالطريقة دي، تكوريها تحطيها في الشوفان كده. طبعا بتظبطيها عشان متبقاش مشققة، هي طبعا هتخمر تاني لحد ما تخلصي المقدار وحتة العجينة اللي فاضلة. تحطيها
السنين. نعمل طبعا بقيه العجينه من البوله اللي مش عارفه فيها. بالشكل ده وتحطيها تضغطي كده وتحطيها على وش ودول الكايزر بتاعنا. طبعا بنسيبه يخمر، لما يخمر طبعا بنحطه درجة حرارة 180 ونعمل التوست، وان شاء الله بعد ما يطلع نوريه لكم. واجي التوست للسن بتاعنا بعد ما طلع من الفرن بقلبه على صينية، وطبعا بقطعه على انشاء طبعا هو هيجي شوية، بقطعه فرنشات بقلبه كده ترصي في صينية وتحمريه